هذا وأكد وائل العلوان عضو وفد المعارضة السورية في جنيف في تصريح لأخبار الآن أن المباحثات مع المبعوث الدولي ديمستورا ينقصها المناخ أو المناخ الجيد للبدء بالمسار السياسي، موضحا أن المقصود بالمناخ الجيد هو ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية السابقة وتحديدا نتائج اجتماع أستانا. طبعا المباحثات مع ديمستورا اليوم ينقصها المناخ المناسب للبدء بالحديث السياسي أو المسار السياسي، وعندما نقول المناخ المناسب نقصد بذلك انعكاس أو ترجمة القرارات السابقة أو نتائج اجتماع أستانة بالتحديد على الأرض. وكان هناك دعوة من السيد سالم المصلح المتحدث الرسمي لوفد المعارضة بالمفاوضات المباشرة جدية من وفد المعارضة في اختصار الوقت وإيقاف شلال الدم وإيقاف هذا النزيف. نحن طلبنا من السيد ستيفان ديمستورا أمس التأكيد على موضوع وقف إطلاق النار والتأكيد على موضوع العمل بالمستحقات الإنسانية وتنفيذها فورا على الأرض، لكن إلى اليوم لم نتلقى جدية حقيقية في الداخل لموضوع البدء بالمسارات السياسية واستحقاقاتها.